لازم نرجع لواحد زي الكابتن خالد بيبو، عامل طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ودلوقتي ملم جدا باللوائح. طيب نروح للصوره اكتر مع الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه، وبشكرك طبعا على المداخله دي، وطبعا بحييك يعني. لا ده يعني مداخله مهمه في توقيت مهم جدا. في البدايه يعني ببارك لك على الشكل اللي ظهر في النادي الاهلي من بدايه الموسم، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ما شاء الله يعني اهتمام كبير جدا بالملاعب، كمان بالفرق في كل القطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وده كمان ظاهر على النتائج من بدايه الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، وكمان بعض الفرق اللي لعبت الاسبوع الثالث. الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكرك جدا يا كابتن اسامه، وانت يعني واحد من الناس اللي تقريبا عايش معانا في قطاع الناشئين، وبتشوف التطور واحده واحده وخطوه خطوه زي ما بيقولوا، وعايش معانا. احنا الحمد لله يعني ماشيين على طريق وفي بلان محطوط لقطاع الناشئين، فاحنا ماشيين في جزئين، الجزء الفني والجزء الاداري، ومعاهم كمان الجزء الانشائي يعني، فاحنا شغالين في الاطار ده وربنا يكرم يعني. انت شفت الملعب السنه دي كمان اكثر يعني من رائع صراحه. طبعا لا يعني ان شاء الله كمان هتشوف الملعب ده بصوره احسن في الفتره الجايه، واحنا شغالين على كل البنيه التحتيه عندنا، وان شاء الله يعني نشوف حاجه قريبه كمان احسن اللي انت شفته يعني. رأيك يا كابتن خالد في قرار منع اتحاد الكرة من قيد لاعب بيبعد محل اقامته عن النادي اللي هينضم ليه 50 كيلو؟ والله بص يا كابتن سامي، يعني انت يعني انا بقالي فترة مش عايز اطلع اتكلم، في حاجات كتير، في تفاصيل كتيرة انا شفتها في خلال الفترة اللي فاتت دي، قلت ان احنا يعني هيبقى في احسن الموسم الجاي. يعني انت دايما لما بتشتغل في حاجة وتحصل لك مشاكل في نهايه موسم، يعني احنا السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي احنا التطعيم بتاع السنه اللي فاتت ما اتحلتش والموضوع اتنسى وخلاص. طب انا دلوقتي حصل مشكله السنه اللي فاتت، نهينا الموسم بمشكله، المفروض ان انا قبل ما ابدا موسم جديد اجيب الناس اللي بتشتغل. مزبوط. تعالوا يا جماعه، والله حصل السنه اللي فاتت 1 2 3 4 حصل مشكله، حتى في 2006 وصلنا في الاخر للقرعه. طب احنا يا جماعه السنه الجايه انتوا شايفينها ازاي؟ ايه المشاكل اللي بتقابلكم؟ ايه الحاجات اللي احنا بنفكر ان هي تحسن من الرياضه المصريه ومن الناشئه للموسم الجديد؟ طب ايه الحاجات الكويسه اللي اتعملت في البطوله فنحافظ عليها ونحسن؟ يعني انا كنت متوقع كده خلال الفتره اللي فاتت قبل ما المسابقات تبدا وقبل ما الجداول تيجي وقبل اي حاجه، يعني نشارك بعض نتكلم. انت جبت طبعا الكابتن محمد طبعا امدي يعني عنده قطاع ناشئين محترم جدا طبعا، وعندك الكابتن امام وعندك الكابتن علاء امين وعندك الكابتن طارق، يعني عندنا مجموعه كبيره جدا من الخبراء في مصر. تعالى بقى هاتهم يعني ايه نتكلم مع بعض، بلاش تستفيد منهم، لا اتكلم معاهم شوف مشاكلهم ايه. انت بتعمل المسابقه دي كلها والناس دي هي اللي بتقابل اولياء الامور، هي اللي بتقابل المشاكل، هي اللي عايشه في الموضوع، مش حضرتك سيبنا كده في الاخر خالص وانت ولا كانك شايفنا. وبعدين يعني ده ما حصلش، طب لما جيت بقى بتعمل الجداول قرار المنع ده لا سيبك بقى من قرار المنع، انت بتعمل الجداول والمسابقات، رحت عامل المسابقات كلها في ايه؟ خميس جمعه سبت، وعامل لفرقه 2007 اللي هي فرقه لسه اول سنه السنه دي تلعب جمهوريه، عملت لها الساعه 10 الصبح. طب انا دلوقتي انا ما عنديش مشكله، طب الناس اللي جايين من اسكندريه ده هيجي امتى عشان يلعب مباراه ويرجع امتى؟ الساعه الصبح يعني يخرج من بيته الساعه 5 الفجر عشان يجي يلعب؟ يعني انا مش حاسس بالمشكله دي، بس الناس اللي جايه دي هتلعبني، انا بسافر والنادي الاهلي امكانياته كويسه فانا بقدر ابيت الولاد. النادي الاهلي عنده امكانيات، ممكن يبات في اسكندريه، يبات في اسماعيليه، يبات هنا، لكن في انديه طبعا الامكانيات قليله، هيسافر زي ما انت بتقول من 5 الصبح عشان يروح يلعب المباراه. وانا مش مشكله مش عندي، بس انت دي مشكله، انت عملت ماتش لسه، انت بتلعب مباراه جمهوريه ما راعتش اي حاجه، لان انت هتلعب للناس اللي بتسافر وتتعذب دي الساعه 5 الصبح، يلم الولاد ويركب ياخد له طريق 3 4 ساعات تلعب مباراه، هيجي طبعا مهدود وتعبان يعني ظروف كده كتيره. طب انت عملتها الساعه الصبح ليه؟ وبعدين طب تنزلات الجدول كله ليه؟ خميس جمعه سبت ليه؟ 2001 طب انا دلوقتي انا كنادي اهلي عندي ملاعب، يعني اقدر العب مباراتين في ملعب واحد. طب انا دلوقتي انا رحت لعبت المحله الاسبوع اللي فات، لعبته خميس وجمعه وسبت 3 ايام ورا بعض، لو الدنيا مطلت انا لغيت 4 ماتشات ملعب واحد، ملعب المقله باظ على ملعب واحد، طب باظ هنعمل ايه؟
يعني فاهم قصدي انت في حاجات كتيره. وبعدين دلوقتي انت جيت النادي الزمالك عنده مشكله في فرقه 2006، رحت عامل ايه؟ رحت مغير له كل مبارياته للخميس. طب انت بتحل نادي الزمالك، طب وبقيه الفرق؟ اه معانا الجدول يا كابتن خالد، وانت بتتكلم التعديل اللي حصل في مسابقه 2006. 2006 بيلعبوا يوم ايه؟ لا 2006 بيلعب يوم الجمعه. جمعه، نادي الزمالك اتحاد الكره عمل له المباريات يوم الخميس، النادي الوحيد في المسابقه كلها. عدل له، هو الوحيد الدوري كله يلعب الخميس، ليه؟ وقال لك في الاخر عشان هو عنده مشكله قيد. طب هو عنده مشكله قيد، وانا عندي مشكله ما عنديش لعيبه، ونادي تاني عنده مشكله لعيبته اتعورت، فانت بتحل، حل لكل الناس، ما تحلش لنادي واحد. انت راجل بتدير المسابقه مش لنادي، انت بتدير المسابقه لمسابقه كامله. لكل الانديه طبعا. لا يا كابتن خالد، لازم تدي الحظوظ متساويه لكل الانديه. النهارده ما تفضلش نادي وتدي له امتيازات على حساب انديه اخرى. طب هو عملها كده ليه؟ عشان اللعيبه بتاعت 2007 يقدروا يلعبوا النهارده، يلعبوا بكره، يلعبوا في يومين، عشان الفرقتين دول بياخدوا من بعض، عشان فرقه 2007 لسه طالعه وعندها يبقى عنده يلعب السبت، يلعب يوم الخميس، ويلعب يوم الجمعه. طب انت حليتها الناس الزمالك ليه؟ طب ما خلاص، ما انت عندك مشكله للناس الزمالك وبعت لك، ما عندكش اي مشكله تحل له، بس تحل كل الناس. ودي 2007 ده يلعبوا، يلعب يوم ثاني، يلعب يوم الثلاث، يلعب يوم الاربع، وحل المشكله لكل الناس. طب انت حللت الزمالك، انا دلوقتي لو جيت قلت لها انا عندي مشكله هتحل لي في 2003؟ لا، انت بتحل بال يعني ايه، حطيت نفسك في مشكله. وعايز اقول لك حاجه، طب انا بقول لك هنعيش في المشاكل دي. ده انا كل يوم دلوقتي بيجي لي جواب من اتحاد الكوره، غير الملاعب، غير الملاعب، غير المسابقه، غير حاجة صعبة صراحة. 2003. طب ومناسبة الجوابات يا كابتن خالد، معانا جواب دلوقتي هنعرضه وهنقراه مع بعض دلوقتي. الحاقا الحاقا لخطابنا رقم بشأن جدول بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2006 للموسم الرياضي 2021 2022 إيماء إلى الخطاب الوارد من نادي الزمالك بشأن قرار عدم القيد لفترتين للمراحل السنيه الموسم الرياضي 2021 2022 ونظرا لاقامه مباريات مواليد 2006 و2007 في نفس اليوم، لذا تقرر تعديل مباريات نادي الزمالك للدور الاول من بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2006 لتكون كالجدول المرفق اللي احنا عرضناه من شويه. ايوه انت عدلت النادي الزمالك عشان هو عنده مشكله. على عيني وراسي انا ما عنديش مشكله، بس عدل لكل الناس بقى. يعني انت اصلا غلطت من الاول، خلاص عدل الدنيا كلها واظبط الدنيا كلها. انت حليت نادي الزمالك، يعني هو نادي الزمالك الوحيد اللي حليته. طب انا ما حليتوش ليه؟ طب انا محتاج اخد من 2007 العب بيهم. صح. طب انا ليه انت تدي له فرصه ان هو ياخد من 2007 يلعب بيهم 2006؟ طب انت حليت له هو، انا لا ليه؟ طب الحاجه الثانيه يا كابتن خالد، واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك النهارده، هو ممنوع من القيد في الفريق الاول وكمان في الناشئين. ازاي اتفتح له القيد في مواليد 2001 و2003 وقدر نادي الزمالك يسجل لعيبه خلال الفتره السابقه دي او الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها؟ والله بص يا كابتن سامي، انا الموضوع ده يعني عايز اتكلم فيه، او انا عايز يعني عايز اسال بس، هو مش نادي الزمالك المفروض ان هو ممنوع القيد؟ يعني ممنوع طبعا. يعني هو سجل القايمه الاولى، القايمه الثانيه انا معلومتي ما مش متاكد منها، عايز حضرتك طبعا بصفتك اعلامي، انا عرفت ان في لعيبه في نادي الزمالك اتأيد في القايمة الثانية وما طلعلهاش كارنيه على أمل إن هم يعني يحتفظوا بيه. دي برضه حاجة مش بتاعتي، يعني دي حاجة نادي الزمالك أو حاجة لاتحاد الكورة، هم بقى هم أضرب بشغلهم يعني. بس أنا سمعت كده إن هو اللي اتفتح لهم ما أعرفش السيستم ولا مقيدين، يعني أنت لو دورت على لعيب هتلاقيه مقيد في نادي الزمالك بس مش طالع له كارنيه، على أمل إن المشكلة بتاعت الزمالك تتحل. دي برضه حاجة يعني حاجه ما تخصنيش قوي، ما بس الناس في الاخر الناس كلها بتطالب بالعداله، زي النهارده ما بتجامل النادي لازم يبقى المجامله مساويه للانديه كلها، ما يبقاش نادي على حساب يعني 17 نادي اخر. لا لا يعني انا بقول لك عشان لو حصل في يوم من الايام واي نادي تاني اتوقف قيده يقدر يحتفظ بلعبته. تمام. يعني تبقى انت يعني دي للتذكره بس، عشان بعد كده الناس تبقى عارفه ان هي حصلت يعني. عايز اخدك برضو الموضوع تاني يا كابتن خالد، النهارده احنا اتلغى مواليد 2002 واتلغى مواليد 2004 وتم دمج الفرق. النهارده شفنا براعم 2013، السنه دي اتحاد الكره بيضيف 2013 بالرغم ان السنه دي ما كانتش سنه 2013، المفروض السنه الجايه هي تكون بدايه براعم 2013. رايك في القرار ده، خاصه كمان ان ما جاش لحضراتكم في قطاع الناشئين لائحه المسابقات
شروط المسابقه كمان، كل مسابقه في البراعم كام وجول، الملاعب، كل الكلام ده. احنا كنا السنه اللي فاتت هو كان بيلعب فرق جمهوريه وفرق مناطق. هو احنا يعني احنا السنه اللي فاتت لما جينا فكرنا قلنا فرق المناطق دي ما بتستفيدش منها حاجه، هي في الاخر بتلعب ماتشات كلها فرق بتنسحب وفرق ما بتكملش المباراه وهو عدد بيبقى موجود في النادي. فضمينا الفرق وقلنا نعمل الفرق اللي هتلعب جمهوريه، كان على اساس ان احنا السنه اللي فاتت عندنا اربع فرق بيلعبوا جمهوريه، والفرقه 2005 احنا سبناها كانت بتلعب مناطق على اساس ان هي السنه دي هتلعب جمهوريه. هو السنه دي راح قال لك بقى لا خلاص كل الفرق هتلعب جمهوريه، قرار كويس ماشي اوكي. فضم 2007 السنه دي للناشئين، كان السنه دي السنه اللي فاتت براعه. اتضمت للناشئين في الجمهوريه. تمام؟ لعبنا فهو عمل ايه بقى؟ راح مطلع ال 2008 مناطق، فانت طلعتها على اساس. وراح تعامل 2013، فبقى عندك 2008 هتلعب مناطق وان هي تبع قطاع الناشئين. و2009 هو بيدق 2013 عشان يلعب ال 2009 مناطق برضه. و11 طب انت هتلعب ال 2008 وال 2009 الاثنين نفس الماتشات ونفس البطوله ونفس. طب اول حاجه انا برضو المشكله دي مش عن... انا عندي ملاعب واقدر استوعب. طب بقيه الفرق الانديه الثانيه هجيب ملاعب منين؟ تلعب مسابقتين نفس المسابقه ونفس العدد، هجيب منين ملاعب 11 اللي يلعبوا؟ طب انا طب استفدت ايه؟ طب انا 2013 دول انت دخلتهم السنه دي سن جديد ليه؟ طب اتكلم معانا قول لنا انا هدخل بفكر ان انا اقلل الاعمار السنيه اللي بتخش البراعم واعمل لهم مسابقات، مع ان رغم كده ان احنا بنقول ان البراعم دي هي مهرجانات مش مسابقات يعني. انما انت برضه رحت يعني بتتعمل مسابقات وفيها شحن من اول الامور وموضوع كبير جدا يعني. فانت ضميت سن جديد ليه؟ انت ما قلتلناش على فكره، احنا ما حدش كان يعرف، احنا فوجئنا بالقرار جه. يعني انتوا فوجئتوا بقرار 2013 انه موجود. كل الناس فوجئت، لو في حد في مصر كان يعرف ان في 2013 ماذا انت بتقول تقول لنا يعني فاهم. فانا انا بقيت عارف لدرجه ان انا قلت مش هشارك 2013. هو يا كابتن خالد بص يبدو ان القرارات كلها يعني بتظهر فجاه وبتكون مفاجاه للانديه، والانديه هي اخر من تعلم بكل القرارات دي. كابتن خالد بيه واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. معلش في حاجه ثانيه كابتن. اتفضل. طب انت السنه دي كمان جيت قلت الدوري الممتاز هيعمل خمس تغييرات. وقلت في الناشئين لا ثلاثه بس، طب ليه؟ طب انت الاولى الناشئين اللي هم يبقوا خمس تغييرات. ده اولى عشان الناشئين تلعب وتحتك اكتر وتكتشف مواهب اكتر، واللعيبه يعني الاجهزه الفنيه في الفريق تشوفها كمان، واللعيبه تكتسب خبرات. طبعا الاولى قطاعات الناشئين. فرقه زي 2007 مثلا، فرقه لسه بتلعب السنه دي جمهوريه وبتلعب الساعه 10 الصبح، يعني معرض للاصابات 100%، الناس اللي جايه في اتوبيسات والسفر ده معرض للاصابات، اعمل لها ثلاث تغييرات؟ ولا اديها براح ان هي لسه فرقه بتلعب في جمهوريه واحتكاك عالي جدا، ادي له خمس تغييرات، كان الدوري الممتاز هيعمل خمس تغييرات، انا اقفل على الـ على الـ على الناشئين ثلاث تغييرات؟ فانت بتحس ان انت يعني القرارات كلها ان يعني ما يعني لو سمحت اسالونا اتكلموا معانا استدعونا اقعدوا معانا شويه هنقول لكم كل المشاكل اللي احنا بنقابلها ونحلها مع بعض. وده المهم وده المفروض يا كابتن خالد. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، يعني يكون موسم جيد للنادي الاهلي، وزي ما ابتدى بدايه قويه ان شاء الله ينتهي نهايه قويه بحصد كل البطولات. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بتمنى لك كل التوفيق.